اقل شيء ريت الكهرباء 205 جنيور كانت ب 5 ملايين ب 5 ونص، تو ولات ب 12 مليون ب 13 مليون اقل شيء. فيات بونتو هذيك كانت تخدم بسبعه بسبعه ونص بثمانيه، تو ب 13 وب 14 وب 15 مليون. المواطن اش باش يشري؟ تشوف اش يخدموا 206 ما تحكيش، 206 كانت 10 10 ونص 11 12، تو اقل شيء عندك 15 مليون 16 17 حتى ال 21. يعني مواطن ايش مش المواطن بالله واحده تبدا عنده 10 ملايين ولا 12 ولا 15 ملايين ايش مش يشري؟ يبدا السوق يدور يدور يروح بالفلوس يصرفها في داره، او عندي منصر في دار يوم من هنا الفلوس تشلمت مشات. يعني الكهرباء غليت، الحكومه بركتها البلاد بركتها. الكهرباء غليت يعني تو الكهرباء كهرباء تو تتبيع اكثر من اللي خرجت من الدار سوق تتبيع. ما هو خلي نتكلم معاه، خلي نتكلم معاه ولدي الباهي. تو كهرباء بسيتي الكهرباء تو كيما سمبول على اول ما تلعب 27 مليون و 28 مليون، تو يقول لك ب 32 وب 33 وهي راهي مش من اللي سيري 173 و 174 و 108 قال لي 31 مليون تو. وانت شوفها في الدار قداش ولات هي تو في الدار؟ لا انا نحكي لك على القدم. هاي على القديمة هاي عمرها 5 سنين. السامبول القديمة خير من النوفو. اي عارفين عارفين خير من النوفو. اي نعرف السامبول القديمة المواطن يرضى ياخذها هي وما ياخذش الى الجديدة. نعرف اما ياسر غلا ياسر. تو مثلا بالله باش ياخذ مثال الكهرباء فهمني ب 40 ب 50 مليون فهمني، يجي معناتها يعيش معناتها تعبه وزيد معناتها القطايع فهمني غاليه فهمني. تو ما نعرفش انا فهمتي الكهرباء مثال سومها فهمني 40 و50 فهمني الفنار نتاعها واحد بجوج ملايين واحد بثلاثه فهمتي. وكتشوف معناتها الضرب انت في تونس فهمني يروبوه على خوف. انا نخدم كاروسوري فهمني في الشركه معناتها طولي معناتها نعرف الحكايه هذه الكل. معناتها الزوالي معناتها يلتجا معناتها الكهرباء نتاع 7 8 10 12 فهمتني باش حتى القطايع نتاعها رخاص فهمتني. عندك الشي بي كليو شي بي، عندك السونسيس، عندك سيتروين ساكسو، عندك الفيات بونتو 1 و 2 فهمت و 3، وعندك الجولفوات 2 3 فهمتني هذوما هما فهمتني. نسيت والسوينغ وبيل كورس سوينغ هذوما فما برشا 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 فما برشا كراه معناتها في الحكاية هذيك نسيت. في اللونسيان تقول انت قاعدين قدم فهمتني. انا عندي مثال كهرباء فهمتني جي بي حبيت نبيعها وربحوني فيها معناتها 4 ملايين معناتها على السوم فهمتني. ما حبيش نبيعها فهمتني خاطرها نظيفة ياسر فهمتني يعطينيش هاك الكهرباء خاطر الكهرباء جدد هذوما كلهم بلاستيك جيتابل فهمتني والقطايع نار فهمتني. تو الفنار اللي عندي انا فهمتني سوم 60000 فهمتني باش ياخذ مثال كهرباء ب 40 و 50 مليون فنارها بجوج ملايين فهمتني. الليلة هذاك ب 500000 باراشوك بمليون 2000 من 2013 2014 2015 طلعت اما مارش انا بارتير من 2006 حسينا يمكن تم اوغمونتاسيون حصه كبيره كبيره برشا كبيره برشا كبيره برشا كبيره كبيره. انا عندي فكره ببري من عرش البيجو كامبل قداش يخدم بيجو شنو هي بيجو؟ عرش مثل 106 106 106 عندك من 7 ونص 8 حتى 11 12 فهمني 106 هذيك من الاخر فهمت. قبل كيفاش كاينه؟ قبل ب 500 ب 6 ملايين الكهرباء فهمت. تاخذ كهرباء نظيفه زاده فهمت. تو معناتها تاخذها فهمت ب 12 فهمت 13 فهمت وتشوف معناتها ممكجه فهمت خارجه من حجامه ومن حمام وهكا تعمل وهي من داخل فهمت يعلم ربي فهمت. فما برشا ترافيك وعباد ولد معاش معناتها تخاف ربي وعطيه مكج وبرقش وبيع. وبالنسبه للسوق هكا تشوف يعني الكهرباء واقف العباد كلها وير ما فماش شيء ماشي الغلاء مع الشريط العباد لا من كثر الغلاء اللي صاير في الديار وصار مع تزيحة الدينار ما عاد فما شيء ماشي. الاسوان بتشوف بين 8.5 حتى 15 مليون الاسوان من المداولة اللي العباد المداولة عليه تجري فيه. اما اللي فوق ال 15 مليون ما هوش خارج مناش من غلاء الكراب مليون تو كيما هذايا وفما اسوام نتاع كراب زاد فما اسوام كراب زاد غالطه في الاسوام حاطينها غالطه ماهيش كانت كراب مثلا كانت تسوى 6 ملايين 7 ملايين سبعه كراب في 11 مليون و10 ملايين وهي كهرباء نتاع 6 ملايين 7 ملايين. يعني لهنا تجي تعمل مقارنه بين جديد تمشي للدار تلقاه السوم عالي تجي للسوق تلقى اسوام نار ما عادش نجم تشري ما عادش نجم حتى باش تتحرك وتدور فلوسك ما عادش نجم تدور فلوس كلها واقف فرز فيها كلها واقف. السوام طلعت بالطريقه هذه تو حكينا الوغه الدينار الدينار نتاعنا طاح في التراب الدينار طاح في التراب مش صحيح نحن مش صحيح نحن تا
طيحات العملة صعبة، العملة صعبة اللي كونها هما باش يدخلوا الجيل الزائر باش يصير في بلادنا، تولي بلاد راقية وتولي بلادنا مريقلة، لكن الزائر موجود يعيش خير منا الزائر، نحن نعيشوا في بلادنا مشنا عايشين، ماناش عايشين جواعة في كروش. وريتها ولا تشوف فيها الكل حابس الكل، فما شيء. الزغريت أكثر من الكسكسي. فما حد شيء. موضوعنا الكل الدينار اللي تحكي معاه الدينار، شبيه الدينار مات ندفنوا فيه. الدفينه مازلنا نحضروا له في الدفينه نتاع، وان شاء الله ربي يفرج علينا. الكراهب اللي في متناول الجميع، الكراهب المتناول من 15 واحد بتلوت، الكراهب فالير نتاع تزويلي هذاك هو بالعكس وزاد طلعت تسويمه. راه باش نبدو واضحين. الماركات عندك لوبيل، عندك البيجو، عندك الفيات، هذوما الماركات والفورس فاغن، هذوما الماركات اللي ماشيين، وهذوك هم اللي عندنا نحن، هذوك اللي موجودين. اللي تو ما عادش لوج على ماركات. ما عادش حاجتهم بالماركات، تعطيه كهرباء. تعطيني حاجة بتاع 15، عندكش حاجة بتاع 15، مسكين راضي بها كيف هذا هو باش يدور. وما تساعدش، احنا ماذا بينا رانا ناخذوا باربعة نبيعوا بخمسة، فهمت كيف؟ ما تساعدش الجملة. تو الكساب عنده كهرباء مثلا عمرها 15 ولا 20 سنة، يقول لك باش نبيعها شنو باش نشري؟ اقل كهرباء تو في الدار 65 مليون، فهمت انت؟ تروا سيلاندر بولويت ب 64 مليون ولا فهمت؟ باش باش يولي شد كهرباء تولي مع ناقصه، سوق مالف هكا، سوق فارغ فارغ، لا عباد لا كراهب. لا كراهب. زيد 47 مليون، كاتب 27 مليون ولا 43 مليون. الامور هذه تنجر عليها، الامور هذه تنجر عليها، تنجر عليها الغلاء الفاحش اللي صاير، مش نحن كشعب مغلينا، ما غلينا شيء، نحن نعيشوا. نحن نشرو بالغالي. نشرو تمشي المواطن عادي يدخل الانترنت يلقى سوم في السماء، يجي تحكي معاه في بيع وشراء في كهرباء، يقول لك سوم هذاك وتشري ولا خلي عليك. يعني انا كي باش نحكي معاك في سوم، انا راني باش نمشي المواطن باش ناخذ مثلا لوبيل، ناخذ في اللوبيل هذيا كان تخدم كيما نقولوا ب 8 ملايين، عنده الحق هو باش يزيد على خاطر الديار شعلت فيها النار، عنده هو الحق باش يدلل على كهربته، يقول لك كهربتي انا نحب فيها 10، هي صحيح قيمتها 7 ملايين 8 ملايين. يحب كرهبته يحب يبيعها ب 10، ما تنجمش انت تجي تفكها له بلاش. جراند يا اختي، ريت الجراند هذه تاع عمر قديش؟ الجراند هذه كانت 27 مليون، هذه تو ب 26 مليون، هذه عمرها 3 سنين، هذه كانت تخدم النهايه نتاعها 23 مليون، تو تخدم 27 مليون، لوبيل هذه انت لوبيل هذه السيد مولاها تاع 12 مليون، كانت تخدم ب 12 مليون وكانت تخدم ب 8 ملايين، معناها الاسوام ولات خياليه. شوف البياس في الزاير، شوف البياس في الزاير، البياس في سيارة براسك، البياس في كلب 20 دينار، 90 دينار، 100 تو عجبك نهز ولا خل. كانت بلدان تضرب بينا في المثل، يحبوا فينا خويا يكوروا فينا كيما يحبوا قدام البلدان. احنا ساكتين خويا، وقانون الزاير ما تخالصش خويا الديوان، والكهرباء تجيبها ما تخالصش، مواطن ما يخالصش، في تونس على كل شيء تخالص، حتى عنفس تخالص على الفلوس. نحل في رايي هو نحل في راي من الديوانة، انا نتفرج شي واحد جايبينه يحكم في وزارة التجارة، قال لهم الكولون ولا الرباك يشكر اختار على المواطن، ما عادش يجيبوه يجيبوا كلمه الموتور، شكون يبدل فيه؟ انت قادر باش تمشي تشري تابلو ب 12 مليون ب 15 مليون؟ هنا احنا بليت ما عندنا شيء، انت كان ما تدبرش منه وما تدبرش منه وما تدبرش منه ما تصور شيء، باش تمشي تشري بياس انت كذا وكذا. فهمت؟ ها وجيبوا كان الموتور خويا. برا شريه تو انت شكون المواطن اللي قادر باش يشري بيت كيس؟ شارع فرنسا، شارع فرنسا يكوروا بالعباد كيما يحب. انت كي تعمل لي قوانين هذيك، عامل انت قوانين تحميني انا كي نمشي نشري بياسة، يهب لي انا في الادابتابل خويا يحسب لي فيه في الدوريجين. صحيح ولا لا؟ حاميني انت؟ مش حاميني انت؟ يخزن لك خويا باراشوك هذا بمليون وهو ما يعملش 200,000. اعمل لي قوانين خويا وطبق عليه كل اللي تحب انت. ما بدون استثناء نقولوا الماركه هذه هاو كاميون سيزي ولا كهرباء، فهمتني؟ ولا فورد ولا 206 ولا 206 مثال، كانت كهرباء تلقاها تري بونيتا 12,000 12,500 تولات ب 16,000 ب 6,000، هذه معناها مقارنه صغيره قارناه. بينما تشوف برشا انواع نتاع كهرباء كيما الباسات كيما الجولف كيما باسات مثال، كان السوم تاعها كلونسيان مستعملين وكذا تلقى ب 13 ب 14 تو ولات ب 20، يقول لك 20 و 22 شنو؟ السوم طلعت بصفه كبيره
وبالنسبه للكرهبه هذوما التجاريه اللي سي جي دي ماكس يخدموا فيهم يعني تصيبها بفريق قداش طلعت؟ شو طلعت اون بليس فما المشكل الاخر اللي عملته الدوله نتاع الفسيير ما عندك الحق تبيع الكهرباء كان بعد عام هذيك زاد غلات لك وامن وغلات لك وامن برشا الكاميون كان مثلا ب 50 55 ولا تو ب 80 مليون هذا السبب معناها من الاسباب مال شنو يجيبوهم من برا في المستعمل لهنا قداش طلعت فما نتاع 5 ميل ما بين 3 ل 5 ل 6 ميل من ناحيه الكهرباء هذه السيارات التجاريه السيارات التجاريه السيارات التجاريه السيارات العاديه زيد السيارات العادية اللي المستعملة فما 3-4 ملايين كيف سي بريسك معناها الكل توصل حتى أكثر توصل حتى أكثر كما قلت الكهرباء نتاع 12 ميل ولات ب 16 ميل سمبول مثال أو نمشيو للسمبول مستعملة وقت الخارجة من الدار مثلا 24-25 تو سمبول مستعملة سيري 165-66 تتباع ب 24-25 مليون معناه يكسب الكهرباء 4-5 سنين ويبيعها بسهم ولا بأكثر بسهم يشرى به من الدار هذا هو السبب معناها هو الدينار بتاعنا طاح برشا. الغرانين هذوما عام 2013 و14 2014 و13 طلعت الاسوام هذه طلعت الاسوام لكن هذاك هو الموجود بين عامين وسنين حاسس مازال ثم فما ارتفاعات شويه ما نكذبش الواحد فما ارتفاعات شويه ارتفاعات برشا شويه 100% موجوده الارتفاعات موجوده قدك 35 مليون فهمت فما ارتفاعات فما كامك ليو كليو هذاك كوره تكور بها كوره 15 مليون تاع 10 ملايين 17 ب 18 مليون علاش هذا يقول لك؟ هذا كون لي سيزيات كنا نبيع فيهم 35 و36 مليون، صبح تزيد ب 80 مليون، علاش الشيء هذا يقول لك؟ منا نحن نغلوا فيه تمام هما شعلوا فيه النار ناحي لفسير على ليبيا ناحي رجني، لكن احنا في عهد بن علي ما كانوش دي ماكس ما كانوش يجيبوا في السبادريات ويجيبوا في المعصر ويجيبوا في الدخان ويجيبوا في الشلايك هذوما ويجيبونا في المراول يجيبونا في كل ما شيء، وين وكنت نحط هذيك نحن الكونترا، في كونترا ولات لانكيت اوكي في وسط البلاد تو برا مش العقل برا شوف هذيك كونترا شنو هذه تبليد هذه تماتش بليد هذه سي شباب كيف يعني ايش حابين نعمل انا توكي كيف تسكر عليا اللعبه هذه الزوالي مات الزوالي زاد هو ميت بطبيعته زاد مات زاد قضى قضى عليه جمله سي هذه تماتش فيها جمله واحده البلاد هذه سي هذيك كاتربورت كانت ب 21 مليون في عهد بن علي جديده هنا في زيرو سبعه ب 32 مليون قدام هذا ايش عمرها 24 سنه 24 سنه عمرها 24 سنه عمرها 23 سنة عمر اللي هي كانت بعهد بن علي كانت ب 21 مليون ب 22 مليون جديدة مدة جديدة زيروات تو كي ب 31 مليون ب 32 تقر وين أنت في شهرين زاد الزملاء 56 خذيتها ب 54 بعد شهرين لقاها ب 56 يا ودي خرجتها الواحد صاحبي بعت لي قال لي زيد تحت الطاولة زودوني زوج ملايين تحت الطاولة خذيتها ب 44 مليون قال لي زود زوج ملايين زادت بعد ما خذينا وبعد ما دفعنا للزينك وبعد ما ركعنا الأمور صحيح